أنا الحصن المشيد لآل عبس، إذا ما شادت الأبطال حصنا خلقت من الجبال أشد قلبا، وقد تفنى الجبال ولست أفنى. عودي إلى النوم. لا، لن أنام قبل أن ترجع إلى النوم. هيا. قلت لك لا شيء، لا تخافي، لا تخافي، عودي إلى النوم. شيبوب سيدي، سيدي أنشدني من شعري عنترة. شعري عنترة؟ وهل كنت تظن أني لا أعلم؟ لا لا لا، لا يفوتك شيء يا سيدي. أسمعني إذا. أنا لا أحفظ من الشعر إلا النزر اليسير. أدعو لك عنترة ينشدك الشعر بنفسه؟ لا. هل نظم عنترة غزلا بإحدهم؟ قد سألتك فأجب. أن لي أن أعلم يا سيدي. شيبوب، شيبوب، لن أذيه يا شيبوب. قل، لن أقضي يومي كله هنا يا شيبوب. أحفظ بعض الأبيات. يا دار بلتا بالجواء تكلمي. يا دار من؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. عبلة؟ هل يقصد عبلة ابنة أخي؟ ها أنت تحفظ من شعره؟ بل بعضه فقط يا سيدي. لا بأس، أنشدني ما تحفظ. أو
أتظنون هذا أمرا ممكنا حقا؟ أرى أن الأمر يستحق المحاولة. وماذا إن هزمنا؟ ولما نهزم؟ لا نهزم وأنت فينا يا ابن عامر. ولكنهم المناذرة يا عروة، المناذرة. قد عاهدت، إذا أقر الجميع الأمر كنت معنا. حسنا، ليكن. الآن أنت ابن عامر. أما وقد عزمنا فقد انتهى وقت الخوف والتردد، فاحرصوا على ما معكم من سلاح، حرصكم على النفس والولد. سنضع خطة للغارة، ويكون اللقاء إثر عودة المناذرة من مكة. ما بك؟ ما زلت صامتا مذ دخلت؟ لا تشغلي بالك. بما أنشغل إن لم يكن بهموم زوجي؟ لست مهموما. كدت أنسى، أتى أخوك مالك منذ قليل، قال أنه يريد أن تخرج معه إلى الصيد. هل قال إنه سينتظرني؟ أوصاني أن أخبرك بأنه عرج علينا ثم مضى. سأذهب لأراه إذن. هل ستخرج؟ إن رمت الحق فليست برغبة. لا تذهب إذن. سأنظر في الأمر. مالك يا أبا عمرو. أهلا شداد. هل خرج مالك للصيد؟ بل ذهب إلى الملك زهير مع صاحبه ليستأذنوه في اصطحاب الأمير شائس. إذا عاد فأخبريه أني في ذلك. أفعل. هل ثمة أمر آخر؟ كنت أود أن... ما الذي توده؟ أن أحدث عبلة قليلا. هل الأمر صلة بعبدك عنترة؟ أو تعلم؟ لا يستطيع الآباء النفوذ إلى نفوس بناتهم كما تفعل الأمهات. إن هي إلا وأرسل عبلة لتعين سمية. لا تخذل أباك يا شأس، نريد أن نأكل من صيدك إذا كان الغد. أعدك بهذا يا أبتي. أين شداد؟ لا أراه معكم. عرجنا عليه في داره فلم نجده يا مولاي. نستأذنك الآن يا مولاي. في رعاية السماء. هل رأيت مالكا؟ ليس في داره. هل ستخرج معهم إلى الصيد؟ ليست برغبة للخروج اليوم. أفي الدار شداد بن قراد؟ ما بك يا شداد؟ أظنني توعكت قليلا. ألن تخرج معنا إلى الصيد؟ اخرجوا دوني اليوم، نخرج معا في يوم آخر. قل لي، هل أعجبه شعري؟ لم يقل شيئا. شيبوب، شيبوب، لطالما عرفت ما في قلوب الناس دون أن يقولوا شيئا، ولكنك لا تريد أن تخبرني. بل أظنه مذهولا لما أنشدته. حقا؟
ألا تريد أن تبحث عن طرائد أخرى؟ لست أعير انتباها إلى الصيد يا شأس. لماذا؟ ما الخط؟ أشعر بقهر يأكلني. لقد انتظر مني الجميع أن أعود شاعرا وقد بذلت الكثير من التعب والجهد، ولكن دون جدوى. هون عليك، ألست من قال أن الشعر ليس لكل الناس؟ بلى، قلت هذا عندما لم يكن في عبس شاعر واحد يستحق الذكر، بعد أن خلى عروة بن الورد نفسه من القبيلة. وهل تغير هذا؟ بما أنك سألت، يبدو أنك لم تسمع شعر عنترة. عنترة؟ عنترة عبد شداد؟ وهل يقول شعرا؟ أظنه نظم المزيد من الشعر، صار من أشعر شعراء العرب. يا رجل، لابد أنك تقول هذا لشدة ضيقك منه، لكنه ليس سوى عبد. أن للعبد أن يعرف الشعر يا عمرو، كما عرفه الصعاليك ومعظمهم من العبيد. ستسمع شعره عما قريب وتعلم أني على صواب. أهلا عبلة، تفضلي. عسى أن تكوني بخير يا عمة. أخبرتني أمي أنك تحتاجين العون في بعض الأعمال. أحتاج العون؟ من أخبرها بذلك؟ ظننتك أنت من أرسلت في طلبي. بل أنا من فعل يا عبلة. بل أصب بنفسي، ضيفنا اليوم ليس أي رجل، إنه الأمير قيس بن زهير. لا تبتعدي عن الباب حتى تسمعي إذا ناديناك. اخرجي. يبدو أن الصبية قد أعجبتك يا سيدي. لا بأس بها، إذا شاء الأمير أن يأخذها. سأأخذ ما أريد عندما أريده، لا تخشى شيئا أيها الربيع. ما الذي تريده يا ابن زياد؟ ماذا تعني يا سيدي؟ أعني ما قلت، لما دعوتني؟ وهل يحتاج الأمر لباعث لدعوة أمير القوم وفارسه؟ أمير القوم هو أخي شأس، وأما فارسهم فهو شداد بن قراد. كما تشاء يا سيدي، كما تشاء. بصراحة ما من سبب، إنما أردت أن تطعمني. هل سمعت شعر عنترة فيك يا أبلة؟ أبلة، هل سمعت ما قلت؟ سمعت بعضه. وهل أعجبك؟ سيبقى هذا بيني وبينك يا أبلة. أعدك أن أحدا لن يعلم ما قلت. إن رمت الحق يا عمه، فقد أعجبني. هذا كل ما أردت أن أعرفه يا عبلة. لماذا يا عمه؟ أعني لما تسأل. حين علمت أن عنترة ينظم الشعر، كدت أمنعه من أن ينشده على العلم تجنبا للعار، ولكني حين سمعت شعره
وجدت نفسي لا أقدر على حجب شعر كهذا عن الناس، لذا نويت أن أعرف ما تظنين في شعره لأنك مذكورة فيه، فإن كرهت منعت عنترة من قول الشعر. اكتمي عني يا ابنة أخي. أترحل؟ ما زال أمامي عهد قطعته ولم أنفذه بعد. بنو سلمان، بعد كل ما اتفقنا عليه، لقد وضعت خطة الإغالة على المنادرة ولن تحتاجوني عما قريب. ألا يصحبك أحد منا؟ لا يصلح الأمر إلا إذا قمت به بمفردي. لن أطيل غيابي. ألن تأخذ فرسا؟ ستؤخرني. أتتركه يرحل هكذا؟ لن يثنيه شيء عما نوى. أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحلوا، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزلوا. لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. ولدونكم أهلونا سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل. هم الأهل، لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جرى يخذل. وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسلوا. وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضل. وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع وأبيض إصليط وصفراء عيطل. هتوف من الملس المتون تزينها، رصائع قد نيطت إليها ومحمل. إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة عجلة ترن وتعول. لست بمحيار الظلام إذا انتحت هدى الهوج للعسيف يهماء هوجل. إذا الأمعز الصوان لاق مناسمي تطاير منه قادح ومفلل. أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل. وليلة نحس يصطلي القوس ربها وأقطعه اللات بها يتنبل.
دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووجر وأفكل، فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة وعدت كما أبدأت والليل أليل. وأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول وآخر يسأل. قد هرت بليل كلابنا فقلنا أذئب عسى أم عسى فرعل، فإن يكو من جن لأبرح طارقا وإن يكو إنسا ما كه الإنس تفعل. فألحقت أولاه بأخراه موفيا على قنة أقعي مرارا وأمثل. هون عليك يا ابن زياد، لا تقلق هكذا. لقد تأخر وصول القافلة يا أبا عمرو، وأخشى أن يكون قد حدث مكروه لأخي عمارة أو للقافلة. وأي مكروه يمكن أن يحدث لقافلة كقافلتنا؟ شذاذ الآفاق وقطاع الطرق كثر، ولا ندري من أمرهم شيئا. ألم تستعمل على الأمر فرسانا من بني غراب؟ لقد وصل عمارة ومعه كل ما كنت تنتظر. قافلة بني عبس من الحج. ولما تخبرني؟ أخبرك فحسب. على أي حال علينا أن نواصل الرعي. خالد بن سنان يستقبل العائدين من الحج مع القافلة أيضا، وهو يريد رؤيتك. حقا؟ حقا. أسرع. لقد انقضت الأشهر الحرم التي تمن بها السماء علينا كل عام، وقد كانت كلها خيرا ويمنا وبركة. وقد علمتم بأن مدعوون إلى زفاف لأبناء عمومتنا من بني غطفان، ولقد جاء الوقت لنبين للعرب أن في عبس كرماً عظيماً وفضلاً كبيراً. لذا يعد كل حر منكم أعطية أو هدية لأحد أعيانهم، ولا تتباطؤوا في إحضار هذا كي لا نتأخر في الخروج إليهم.
تلك هي فرصتك السانحة يا شداد. فرصتي السانحة لأي شيء؟ لتتخلص من عنترة إلى الأبد. اصطحبه معك وامنحه لأحدهم فتكون خير أعطية. هل سيفعل أخوك الشيء نفسه كل يوم يا شيبوب؟ وما يفعل أخي؟ ما الذي يفعله؟ أليس الرعي واجباً على كل العبيد؟ بلى. فلما يتركنا عنترة إذن؟ وكأن الرعي ليس له. سأشكوه إلى سيدنا شداد إن لم يعد. لن تشكوه. بل سأفعل، ولم لا؟ ألا تذكر ما حدث لضاجر حين وشى بعنترة؟ ضاجر؟ أثق أن ذلك الرجل من بني غراب سيفعل ما طلبنا. هل من خبر؟ اصبر حتى يلتقط رجل أنفاسه. ما زالوا يبحثون منذ بزوغ الفجر ولكنهم لم يجدوا لنا أثرا. هذا ما كنا نبتغي. نتابع كما بدأنا إذن. لابد ما ليس منه بد. نخرج إلى مخيمهم إذن. Thank you.
سأخرج الساعة إلى قبيلة سيدنا حنظلة. ابقوا مع بقية الرجال ولا تبرحوا مكانكم حتى لا يفوتكم شيء من أخبارهم. فإن كان ما يستحق أن تخبرنا إياه، عجل بإرسال أسرعكم إلى المضارب. أرجو أن تكون قد أتيتنا بما نحب من الأخبار يا عياض. إنما أسعى لأن أكون عند حسن ظنك يا سيدي. هات ما عندك. الحق يا سيدي أن القبائل كلها قد خلت إلا من القليل مما يستحق الغزو والإغارة، كما خلت قبيلتنا. فهذا الصيف قد ترك الأرض دون نبت أو ماء، وما من رجاء في غزو أي من قبائل نجد. إذن كيف يعيش هؤلاء القوم؟ إن كان لنا أن نغزو يا سيدي، فليس أمامنا إلا عبس. عبس؟ هل جننت يا عياض؟ تريد أن تغير على زهير بن جذيمة؟ أبعد أن أفنى بني الريان وأخضع بني غراب وهو... لعله لم يخضع بني غراب يا سيدي. بقليل من الدراهم علمت من أحد رجال بني غراب الذين أخضعهم أن رجال عبس خارجون إلى زفاف عند أبناء عمومتهم من بني غطفان. أيترك مضاربه دون حراسة؟ بل سيتركها في عهدة فرسان بني غراب، وقد رتب الأمر. يخرجون من المضارب بعد أن يغادرها رجال عبس، وتكون لهم حصة من الأسلاب فيما بعد. كنت محقاً حين وثقت بك يا عياض. أتخرج؟ ككل يوم. أعني إلى الزفاف. كأنك تريدين الخروج معنا؟ ألم تفعل نساء القبيلة؟ ما عدت صبية يا تماضر، وصار المسير في الطرق الطويلة مجهدا ومتعبا لك. وهل كانت الشيماء صبية حين قدمت إلي تختبرني إن كنت أصلح لك؟ قد وريت أمي الثرى، وما من موجب لذكرها الآن بسخرية. لم أقصد أن أسخر منها، المعذرة. زهير، سأخرج معكم. لن تفعل يا تماضر، لن تفعلي. أما من خاطر؟ على الإطلاق ليس لدينا من الإبل ما نستطيع أن نوليه، ولم يعد لدي من نفائس الأقمشة والأثواب ما هو جديد.
لا أعلم ما يجب أن تكون هديتنا، لا أعلم. ما كان للملك أن يشترط علينا حمل الهدايا معنا. هدئ من روحك، سنجد مخرجا. إنه يعلم القحط الذي حل بالأرض، ولسنا نأمن ألا يطول هذا، فكيف نهدي الآن ونحن بأمس الحاجة إلى كل ما معنا؟ كل هذا كي تقول العرب الملك زهير أكرم الناس، حتى لو كان الثمن أن يقتطع قومه موقوت يومهم. أخشى أن تقول هذا لأذن مغرضة يوما، فيكون بينك وبين الملك شر عظيم. لا تخشى شيئا، سأكون حريصا. هل اخترت ما ستحملين معك؟ لست واثقة من أنني سأخرج معكم. لم تدعنا تماضر زوج الملك لإعانتها على التجهيز. ما دخل هذا بذاك؟ ما دامت لم تطلب العون من نساء القبيلة، إذن فهي باقية، وليس من اللائق أن تخرج نساء القبيلة وزوج الملك تبقى. أنت صباحا يا سيدتي. زبيبة، تعالي اجلسي بقربي. عسى أن تكون السيدة بخير. لا أعلم إن كنت بخير حقا. هل من خطب يا سيدتي؟ لا عليك، أنهيت عملي باكرا، فجئت لأرى إن كانت لك حاجة بي قبل أن تخرجي مع مولاي الملك. ما الذي يبكيك يا سيدتي؟ ماذا يحل بالرجال بعد أن نمضي السنوات معهم؟ أين يذهب كل ذلك الحب؟ أين تذهب كل تلك الحرارة التي عرفناها أول الزواج؟ هوني عليك يا سيدتي، لعلها مشاغل القبيلة. لا، لم تكن مشاغله أقل حين ابتدع كل تلك الحيل ليخطبني. أنت صباحا يا أمه. زبيبة، لم أظن أنني أراك هنا، كيف تصنعين؟ بخير، ما دام الأمير بخير. كيف حال صغيري؟ لم أعد صغيرا يا أمي. يعلم الأمير أن الولد يبقى صغيرا لأمه. كيف يصنع عنترة؟ إنه بخير، في كنف الأمير وتحت رعايته. أتأذني لي الآن يا سيدتي؟ سيكون أمامنا الكثير من الوقت للحديث عندما يغادر الرجال إلى الزفاف. تعنين أنك لن تصحبينا؟ هذه مشيئة أبيك الملك، فهل من رد لمشيئته؟ الأمر.
الأمر؟ أثر 3 خيول. وما الغريب في هذا؟ 3 فرسان أتوا إلى هنا ثم رحلوا دون أن يدخلوا المضارب. وكيف عرفت هذا؟ لربما الذي غادر غير الذي جاء. الأثار نفسها وأثر مجيئها أقدم من أثر عودتها. وجاءهم آخر من المضارب ثم عاد. وما تظن خلف الأمر؟ الأمر يستحق التفكير. لا تخبر أحدا بأمر هذه الآثار. لما؟ لا أريد لأحد أن يسخر منك. لم تخبرني. ألن تبحث لنفسك عن عروس في الزفاف؟ أنا لم أفكر بالموضوع من قبل، ولكن أحدا لا يعلم ما يحل بالقلب على حين غرة. دعك مني، أنت الأمير الذي ينتظر الجميع منه الزواج، ألم تبحث لنفسك عن عروس؟ لم تجبني. لا أحد يعلم ما يحل بالقلب على حين غرة. إنه الأمير شمس. لا أدري ما الذي يرغب أخي عمرو في صحبته. ما بالك تشردين اليوم كثيرا يا سيدتي؟ أتظنين أن أبي سيصطحبني معه إلى زفاف بني غطفان؟ أن لي أن أعلم. أتكذبين السر؟ وهل قلت ما لا يتوجب علي قوله من قبل؟